فجعنا قبل يومين بخبر مقتل الدكتور محمد هشام. الدكتور محمد هشام كان زميل وأخ كبير لنا، تعرفت أنا عليه بمدينة الطب، كان مسؤولنا وكان ذو أخلاق سامية، وجه بشوش ما يتوانى عن مساعدة أي أحد. نسأل الله أن يتغمد برحمته ورضوانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إحنا نعرف عن دكتور محمد كل خير، ما نعرف إذا كان عنده شيء وما نتوقع، لأن هو إنسان طيب، قلبه طيب وكبير. والله الموضوع أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وطالب كل الجهات بحق ابني، هذا اللي أقدر أقوله. صيدلاني قاعد بأمان الله، يجون يسرقوا ويقتلوا بصيدليته، وين وصلنا؟ ليش؟ شنو السبب؟ هذا اللي أقدر أقوله. طيب عمو، اليوم المرحوم الله يرحمه كان مهدد، كان إلى عداوة شخصية؟ أبداً أبداً، تقدر تسأل كل الجهات اللي اشتغل بيها، مدينة الطيب، مركز المدينة للأدوية للسرطان، مركز الجهاز الهضمي، هاي المنطقة وهاي العالم كلها تعرف، لا أحد مهدده ولا أحد معادي أبداً، بالعكس، ويبقى يخدم العالم الساعات متأخرة. ليش استهدفوا؟ قتلوا على مود كم دينار؟ الصيدلاني حيدر، طبعاً الفقيد دكتور محمد يعني أبونا. إذا تحكي على صيادلة متدربين بالقطاع الخاص اللي مئات جو تدربوا ويمع على هذه الصيدلية، وإذا تحكي على صيادلة من خلال المراكز، مركز الأورام مدينة الطب، مستشفى بغداد، مركز الجهاز الهضمي، درب مئات الصيادلة. وطبعا الدكتور متعود، يعني مؤمن بفكرة انه اكو صيدلية خفر، لان تعرف انت حالة طارئة بالليل وما تلقى صيدلية، هاي مشكلة كبيرة. فانت يعني هي هاي الساعتين اللي يبقاها ماديا لا شيء، بس هو من باب ايمان انه المنطقة متعودة انه صيدلية تبقى لوقت متأخر. بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. خسرنا أب وأخ وأستاذ عزيز علينا جدا، أثر حادث قتل يوم أمس نتيجة عمل سرقة، سواء الكل يشهد له بأخلاقه، وإنسان ما عدا أذية على أحد، حتى المنطقة كلها تعرفه، لا عدا عداوات، لا عدا أذية، لا ما متعرض لأحد، مجرد إنه رجال يجي يشتغل يقدم خدمة للناس ويروح. هذه تاريخ الكادر الطبي إذا يتعرض لعمليات القتل، عمليات كل عمليات من السلب نهب، إضافة إلى الوضع اللي يمرون به من وضع كورونا. دكتور محمد هشام قامة علمية كبيرة جدا، هو أخ وصديق وأخ كبير، إحنا هو مديري ومسؤولي بالدوام، يعني روحه حلوة، يعني يحببنا بالدوام، يحببنا نلتزم بالدوام، نكون أخوة، نأدي عملنا، نأدي واجبنا اللي هو منيط بينا. يعني صراحة خسارة كبيرة إن كصيادلة، خسارة إن كصيادلة كأخ وصديق قبل كل شيء. يعني من تلقينا الخبر صراحة، يعني يمكن لحد هاي اللحظة أنا ما مصدق، أنا ما مصدق أخويا دكتور محمد هشام وأستاذي ودكتوري راح خلص بعد، لا أقدر أحكي ولا أقدر أشوفه ولا أقدر نسولف ونطلع ونحكي وأستشيره،
واطلب نصيحته واخذ مشورته بمثابه الاخ الكبير. خساره. انا يعني صراحه مفجوع باخويا واستاذي، يعني ما اعرف شحكي، ما اعرف. انا لله وانا اليه راجعون. انا الصيدلاني صفاء، اشتغل تواجدي من الدكتور الصيدلاني محمد هشام، الصيدلاني السريري الشهيد الله يرحمه. طبعا المجتمع الصيدلاني والمجتمع الطبي بصورة خاصة فقد إنسان رائع جدا، صيدلاني سريري مهم بهذا البلد، والمجتمع بصورة عامة فقد هالإنسان هذا اللي كان يتميز بعلميته وبأخلاقه، وكان إنسان يعني جدا كريم وجدا متواضع، وعلى الرغم من كبر بسنه من تطلب من عنده شغلة أنه يكون حاضر لك الرجال هذا، من توقع بمشكلة يحضر بيها، من تحتاج ماديا يكون حاضر بيها، يعني إنسان قدم خدمة للمجتمع هذا كله بصورة عامة من خلال يعني المنطقة، قدم خدمة لأبناء المنطقة، وما كان عنده بادرة سوء تجاه أحد، حتى أنه يتجنب اللغاوي ويتجنب المشاكل مثل ما نقول، يعني كان كل يصدر من عنده خير ويتمنى الخير، حتى للصيدليات بالمنطقة يتمنى له خير، يتمنى لكل المحلات بصفة خير، وإنسان يعني كان جدا رائع، يعني إيش قد ما أوصفه والله العظيم رائع، بس للأسف يعني خسرناه. للأسف يعني أنا صراحة مدى أفتهم يعني هذا المجتمع وين يريد يوصل؟ أنت من جيت قتلته وين تريد توصل؟ يعني أنت يعني تريد تحول مع احترامي بلد إلى سلة نفايات، وين تريد توصل بالضبط؟ يعني إنسان مقدم لك خدمة وحاضر وياك، وإذا ما عندك فلوس يقول لك أخذ وروح، يعني بعد وين تريدون توصلون؟ يعني بس صراحة وين تريد توصل؟ يعني والله العظيم ما أعرف، بس نقول الله يرحمه، وإن شاء الله إن شاء الله يلزم هذا الإنسان النذل اللي مدت ايده وضربه طلقه بالرقبه وبالظهر، ان شاء الله يلزم. بس هاي واقول بعد هاي يم الحكومه ان شاء الله. اليوم كنا نقف وقفة حداد على أخونا وصديقنا الدكتور محمد هشام، وكل الأخوة هنا الحاضرين يشهدون له بقمة بالأخلاق والتواضع، كل الأخوة اللي حاضرين. فاليوم فقدنا شخص عزيز على قلوبنا جميعا، وإحنا هاي وقفتنا ليست فقط وقفة حداد، بل يجب أن يوضع يعني حد بالانتهاكات يعني المتكررة، خصوصا في هذه المنطقة، يعني أكثر من 3 صيدليات على فترات متقاربة أنه تعرضت لنفس المسألة، والآن راح ضحيتها أخونا وصديقنا الدكتور محمد هشام الله يرحمه. طيب اليوم انت برايك مين يتحمل مسؤوليه هاي الايام؟ والله هي صح، يعني نظرا للظروف، يعني حاليا ظروف طارئه دخلت على البلد، يعني ظل جائحه كورونا، المنطقه اغلبها تعزل، يعني في 9 مساء تقريبا تعزل اغلبها، بس هذا ما يمنع انه دور السلطات الامنيه والقوات الامنيه المتواجده وهي قريبه منا من المنطقه، يعني الاخ الله يرحمه كان هو يقدم خدمه للمواطنين، يبقى لساعات متاخره من الليل، وهي الصيدليه يعني اكثر صيدليه تبقى الوقت متاخر في سبيل يقدم خدمه للناس اللي تحتاجها. انا الصيدلاني مصطفى رحيم، اشتغلت تواجد بصيدليه ورده المنوليا. الدكتور محمد اعرفه صار لي 3 سنوات، ما في يوم شفت عليه زله، ما في يوم شفت عليه غير طيب الاخلاق والروح الطيبه والتسامح ومن خيرة الصيادلة اللي بالعراق، يعني هاي فاجعة كلش كبيرة، وما في يوم أعتقد راح تلك من قلوبنا بسبب، يعني دكتور محمد ما أعرف شو وصفه. إحنا اللي نريده إنه الصيادلة تتوفر لهم حماية، اليوم الصيدلاني ما يأمن على روحه، مثل ما صار الدكتور محمد ممكن يصير بأي صيدلاني وبأي لحظة، فريد حماية للصيادلة من القوات الأمنية. ويا ريت لو يخلون الصيادله يسووا لهم اجازه حمل سلاح، ونطالب النقابه ونطالب القوات الداخليه انه يسرعون بالتحقيق ويلزمون الفاعلين، لان اللي صار بدكتور محمد ممكن يصير ويا اي صيدلان. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نعزي عائله الفقيد الشهيد دكتور محمد هشام، أهله وأحبابه وأصدقائه هذا المصاب الجليل، ونطلب من الله أنه يغفر له ويخليه ويا شهداء وبأعلى عليين، وبنفس الوقت نطالب الدولة والحكومة أن توفر حماية تخلي أمان للصيادلة للأطباء للكوادر الصحية هم يمارسون عملهم، سواء كان بالمستشفيات أو بعياداتهم أو بصيدلياتهم الخاصة.
الطبيب أو الصيدلي إنسان تعب على نفسه سنين كثيرة، فلازم نوفر له سبل العيش حتى يقدم يستمر بتقديم الخدمة. علاقتي ويا الشهيد ممتدة من 2010 من مستشفى بغداد التعليمي بمدينة الطب. ما عندي أي عداوة، الناس كلها تحبه، المراجعين، المرضى، الكادر، أبداً ما عندي أي عداوة ولا سمعنا عنه أي مشكلة سواء بأي مكان داوم به. بالعكس يعني هو ينطي من نفسه، ويا ما إحنا كنا نحتاج أدوية ندز الكادر يجي يأخذ الأدوية منا مجاناً يتبرع بيها. هاي يمكن أول مرة يعرفوها الناس الأدوية، الكانولات، المغذيات، الإسرنجات. أنا بإيدي وكم مرة دزينا كم واحد إجا أخذها وجابها تبرع للمستشفى على حسابه الشخصي. طبعاً هاي أول مرة يجوز تعرفوها، وما عنده أي عداوة وإنسان متواضع وخلوق وبنفس الوقت علمي وفاهم ولا طلع بالحياة. السؤال أخي، رأيك من يتحمل المسؤولية؟ والله اللي يتحمل المسؤولية الأمن، هو اللي ما لازم الامن بهذا البلد اللي هي الدوله والحكومه بشكل خاص. يعني والله احنا كنت يعني تقريبا ب 12 ونص كنت هنا واقف يم هذا اسواق زيتونه بالبلديات مقابل الامن العامه، وسمعت صوت طلق متبادل من الطرفين، ما اعرف اذا كان دكتور محمد الله يرحمه وش اسمه الطرف الثاني او هم كانوا اثنين او اثنيناتهم ضربوا على الدكتور محمد، ما اعرف. الساعه 12 ونص تقريبا، واحده الا ربع، سيارة أعتقد لو بيجو لو رينو صفرة فاتت من هذا الفرع بسرعة، يعني بسرعة غير معقولة. فأنا شنو عرفت إنه هذا أبو البيجو هو شو اسمه اللي طلق رصاص على الدكتور محمد الله يرحمه، وتقريبا هذا بالوحدة ونص وحدة إلا ربع 12 ونص إيش تقريبا. والله أنا دكتور محمد يعني أعرفه من قبل تقريبا قبل سنتين، وحتى مرات كان يقريني، كان يقريني مادة العضوية، أنا من صيدلاني درة مال الله وكريم، ويعني هسه هواية يجوا فقرة ويطيهم، يعني ما عدا أي إهمال الفلوس، هامل الفلوس يعني آخر شيء عدا الفلوس. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي أنفسنا ونعزي عائلته الكريمة بهذا المصاب الجلل. حقيقة محمد اليوم مميت، محمد عايش داخلنا داخل كل إنسان شريف، كان مثال يحتذى به وبعلمه الخزي والعار لمن قتله. إن شاء الله ندعو أنه الحقيقة تبين وأنه حقه ما راح يضيع، نوعدك أنه حقك ما راح يضيع. محمد كان بعلمه إنسان يحتذى به، وكان إنسان مساعد، إنسان يحب الخير. محمد اليوم مات بس ورا سنة ورا سنتين ورا 10 سنين محمد داخلنا، ونوعدك أنه ما راح ننساك مثل ما نسيناك اليوم، ما راح ننساك أبد. الله يحمل روحك. الدكتور محمد هشام كان أخ إني والله، وكان حتى من يجي للشعبة يقول لي عمو هيك شغلة وهي شغلة صارت، ونتواحث أنا وياه على مواضيع الصيادلة وهاي. يعني كان إنسان بسيط ومحترم ويحب يقدم خدمة للناس. بعدين هو نوبات احنا من كنا قبل اورام السرطانيه قبل ان نكون مركز شفاء للازمات، قال نحتاج مثلا مستلزمات طبيه وهاي، يركب خطيه بسيارته ويجي للصيدليه مالته ويفتحها. قال له منين جبتهن دكتور محمد هاي؟ قال والله جبتهن من الصيدليه ابو محمد، هي هاي الدنيا فانيه مرتاحه، يا ريت انه نقدم خدمه للناس. فيعني هي هاي المجازات من هاي الناس اللي أجرمت وقتلت هالرجل الشريف الأصيل. والله يعني ما أعرف شلون أعبر بعد، هذا أقل ما عبرت عن الدكتور محمد هشام، وإنسان بسيط. يعني حتى من كان يحاسب الصيادلة على تواظبهم بالصيدلية بالكذا وهاي، ويصير عصبي عليهم، ورا شوية يرجع كأنما أخ لهم.
ويقعد وياهم ويسولف وياهم ويضحك وياكل وياهم ويصير عزائم مثلا النبات يطلعون للملعب نلعب كنا نسوي يمين نروح بالتارتان وتشوفه يعني ما يعني قليله بحق هذا التعبير احكي لك واقع. دكتور محمد كان بالنسبه لنا اخ كبير ومثل اب بالنسبه لنا بالمستشفى احنا كنا نداوم سوا. يعني انسان كان عنده الطيبه ما تنوصف، يعني عنده مساعده المريض فوق كل اعتبار، كان عنده انه يعني جامعنا كليتنا احنا كصيادله وياه، يعني اخونا كبير كان نحسبه. فهذا الحادث الاليم يعني حز في قلوبنا، يعني والله يعني ما يعني واحد يعجز انه يعبر عن الموضوع. ف يعني ما ادري صعبه بالنسبه لنا دكتور محمد، يعني احنا جوارين وياه صار لنا تقريبا 3 سنين 4 سنين زين، ورجال امانه الله يعني ما شفنا من عنده كل خير زين، يعني وما عنده اذى على احد، والجوارين هناك كلها اللي بصفنا والجوارين الافرع والبيوت ما في يوم احد شكى من عنده زين، ويعني ما عنده انه سلبيه ويا احد. والشخص صراحه يعني حتى من سمعنا بالخبر مالته انصدمنا كلش، لان ما عنده في يوم انه احد اشتكى من عنده او شخص او انا او فد موقف على شخص ابد. يعني امانه الله انه الرجال كان يساعد عالم يساعدهم، حتى ما عنده منتبع عليهم شيء يمشيهم، يعني ما يوقف يا احد. و يعني صراحه خسرنا شخص عزيز على قلبنا والله يرحمه. والله بصراحه فقدناه، يعني كان انسان مثقف، يعني كنت له على مود اموال بسيطه زين، لاقي على مود اموال وبالتالي راح من عندنا مثقف وعنده علمية، يجيك واحد خريج ابتدائية يجي رسم بين الليل وضحايا يجي كتلة، يعني والله حرمات. هو كان مسؤول بفد يوم طلب من عنده طلب إذا ما سوى اليوم، بس شو يسوي؟ هاي الله يلعن المجرمين والظالمين إن شاء الله. والله هي بصراحة يعني إحنا المسؤولية الأهم على الجهات الأمنية بصراحة، يعني المفروض يعني هي أكيد عندها كاميرات المفروض تتبع هذا الشيء، عندها كاميرات تعرف إنه السيارة وين راحت وين جتي، المفروض تتبع هذا الشيء وتتخذ الإجراء اللازم. دكتور محمد هاشم الصيدلاني بالبلديات إنسان طيب ومحبوب وكل الناس تمدح به وما عنده أي عداوة، ويعني إحنا منطقة البلديات الأمن العام قريبة عليه وأكو مرابطة هنا وكل الأجهزة الأمنية، وتحس أكو انفلات، يعني هاي يمكن تقريبا صار رابع حالة تصير بمنطقة البلديات. طبعا أكيد إحنا عندنا أجهزة أمنية، عندنا استخبارات، عندنا أجهزة، يعني عندنا جهاز أمني كبير المفروض، وأكو كاميرات بكل تقاطع، أكو كاميرات عملاقة، يعني يقدرون يتابعون الكاميرات ويكتشفون أي شخص. مأساة يعني الدكتور محمد إنسان طيب وخلوق وخدوم للمنطقة، هو دائما يبقى مثلا للوحدة ونص، يعني تدري أغلب الصيدريات تعزل، فهو يعني إنسان طيب. خسارة لنا كلنا للمنطقة لكل أصدقائه ومعارفه.